يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعتقد بعض العامة أن من أنقذ امرأة من الغرق أنه يكون أخا لها وتسلم عليه، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا باطل. هذه فتوى عامية، ما هو محرم لها، ما تكون المحرمية إلا بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، أحد ثلاثة هذه الأمور، إما بالنسب وإما بالرضاع وإما بالمصاهرة فقط. أما إذا أنقذها من هلكة فهو أجنبي وهي أجنبية. نعم.